عشان نعرف أكتر عن التقنيات والمباني المقاومة للزلازل هينضم معانا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان المهندس محمود الطراونة عضو الهيئة المركزية بنقابة المهندسين الأردنيين. صباح الخير عليك باشمهندس محمود. يعني ما هي القواعد الهندسية اللي يجب مراعاتها في تصميم الأبنية المضادة للزلازل؟ صباح النور، الله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على الاستضافة. أولا الأبنية المضادة للزلازل هي فكرة هذا البناء أساسا لم تكن جديدة، إنما بدأت هذه الفكرة وخصوصا في منطقة في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية شهدت اليابان نهضة عمرانية شديدة وضعت أساسات وعوامل أساسية يجب الاعتماد عليها لتقليل أيضا من الانهدام أو تقنيات جديدة، منها تقنية الأساسات المعزولة. تقنية الأساسات المعزولة، تمام، هذه التقنية تستخدم أساسات بطاطية خاصة توضع تحت الأبنية. كما هو معلوم في زلزال ضرب اليابان عام 1995 ويسمى زلزال هانشين قتل فيه نحو أكثر من 6000 شخص في مدينة صناعية ساحلية، لكن لوحظ أن هنالك مبنى واحد فقط في تلك المدينة لم يتأثر بالزلزال. مالك بالشركة كان قد عمل وعهد إلى نسخة تجريبية تسمى تقنية عزل القاعدة. عزل القاعدة الآن حسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز تقول أن أكثر من 9000 مبنى حاليا يستخدم هذه التقنية في اليابان، وأيضا يستخدم تقنيات أخرى منها أجهزة امتصاص صدمات التي تقلل بشكل كبير من الأضرار وأيضا تمنع الانهيار الكامل للمبنى. دول أخرى كثيرة أيضا استخدمت هذه التقنية مثل تشيلي والصين، إيطاليا، مكسيك، لكن بتقنيات ودرجات متفاوتة أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. المقر الرئيسي لشركة أبل في وادي السيليكون يستخدم هذه التقنية. إذا الأساسات المعزولة هي أول الأسس والمعايير التي يجب اتخاذها لبناء مقاوم للزلازل. طيب يعني باشمهندس محمود، حضرتك كده ذكرت انه اليابان نموذج ناجح في فكره البنايات المؤهله للتعامل مع الزلازل بشكل عام. نعم. لماذا هي يعني نموذج ناجح، وكيف يمكن تطبيق نموذج اليابان في منطقه او في اماكن زي تركيا وسوريا؟ سيدي الفاضل، ان اليابان هي تشكل أيضا ليست فقط نموذج وإنما هي أيقونة للعالم أجمع، لأن نعلم أن اليابان تقع على حزام زلزالي وهذا الحزام الزلزالي أثر على اليابان بشكل كبير جدا. فأنا أقول على سبيل المثال عام 1923 حدث زلزال في اليابان بقوة وصلت إلى 7.9 بالعشرة على مقياس ريختر، دمر طوكيو ويوكوهاما وقتل أكثر من 140 ألف شخص. لكن قبل 2000 وعام 2022 تحديدا حدث زلزال في اليابان. هذا الزلزال او 2011 ضرب بقوه 9 درجات، لم تتاثر الدوله تقريبا، بل اقول ان هنالك 27 قطار عالي السرعه لا زال قيد الخدمه. اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه فرضت اجراءات صارمة بالنسبة للقوانين الأبنية ووضعت 3 قوانين خاصة، هي قانون تايشين، قانون سيشن، وقانون منشن. القوانين الثلاثة تعتمد بأساسها على أولا قانون سيشن يقول أن الأبنية العادية يجب أن تكون مدعمة بالنسبة للعوارض والأعمدة والجدران، أن تكون ذات سمكات دنيا لمواجهة الاهتزازات، بينما قانون سيشن رفع مستوى المباني إلى المستوى الثاني ويقول أن المباني الشاهقة يجب أن تستخدم مخمدات. أي المخمدات تمتص الطاقة الزلزالية ويوضع كذلك طبقات من الخرائط المطاطية السميكة أسفل الأساسات التي تمتص الاهتزازات بشكل كبير. بينما قانون منشن الثالث للمباني المقاومة للزلازل في اليابان والمباني الشاهقة وضعوا طبقات من الرصاص والفولاذ والمطاط التي تتحرك بشكل مستقل مع الأرض، وذلك نتيجة حدوث الهزات الأرضية، يعني أن المبنى نفسه يتحرك بشكل طفيف لامتصاص هذه الصدمات.
واقول ان افضل ما تمكنت اليابان من انشائه هو النظام الانذار الزلزالي المبكر، او ما يسمى نظام الانذار الزلزالي الشهير، اي انه يستطيع في صيف اليابان اكتشاف ذروه الزلزال قبل 80 ثانيه من وصوله. طبعا 80 ثانيه هذه الميزه وخصوصا في مدينه مثل مدينه طوكيو تؤهل المواطنين للابتعاد عن النوافذ، لإغلاق أنابيب الغاز وتجنب الخطر الانفجار، وهذه بطبيعة الأمر كلفت اليابان أكثر من مليار دولار. يعني هاي تجربة اليابانية أنا أشيد بها وأتمنى عن حكومات العربية وحكومات في المنطقة أن تحذو حذو اليابان في تفعيل كود البناء الموجود في هذه المدن ليكون متوافق مع المعايير التي ذكرناها سابقا. واقول ايضا اشيد ان الدول العربيه يعني قد بدات حاليا، مثلا رئيس البحوث البناء المصري او رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان دكتور خالد الذهبي قال في تصريح سابق ان مصر حاليا تعمل على تحديث كود البناء الخاص بها لمواجهه الزلازل، لا سيما ان هنالك مدن جديده تبنى مثل المدينه الاداريه بالقاهره، وهنالك ايضا مدن ساحليه مثل الاسكندريه قد تتعرض لخطر الزلازل مثل زلزال عام 1995 او زلزال عام 1992. هذه المباني وهذه الكودات البناء الجديده يجب ان تكون مضمنه ضمن هيئات مختصه ورسميه مثل هيئات المهندسين او نقابه المهندسين وهيئات المهندسين المصريين، وايضا تكون وزاره الاسكان شريك استراتيجي لتفعيل هذا الكود. باشمهندس محمود، حضرتك في حديثك ذكرت انه في زلزال اليابان في منطقه معينه تاثرت كل المباني الا مبنى واحد لان كان عندها التقنيه اللي حضرتك اتكلمت عنها باستفاضه، ولكن مع تكرار الزلازل بشكل كبير، مثلا لو حصل انه في زلازل كتيره في اليابان، هل ده بيأثر على قدره هذه المباني ولا التقنيه دي مقاومه ليها ممكن نقول 100%؟ لا يوجد شيء يقاوم 100%، لكن المباني بشكل عام المباني التقليديه هي تهتز مع بالارض مع اهتزاز الزلزال، تتعرض لاضرار هيكليه، لكن تقنيه عزل القواعد تبقي الاساسات في المبنى قائمه لا تنهدم مباشره، انما تتعرض لاضرار تجنب العنصر البشري من الهدم. نقول ان في الزلزال هنالك نوعين من الاضرار، اضرار ماديه واضرار بشريه. في العالم اجمع استخدموا تقنيات اخرى موازيه لتقنيه عزل القاعد، هناك ما يسمى تقنيه المثبط الكتلي او ما يسمى التي ام دي، هذه عباره عن كتله ثقيله متارجحه مصنوعه عاده من حديد صلب تعمل كبندول مركزي. هذا البندول المتأرجح يسير عكس الانحناء وعكس اتجاه الزلزال، معادلة تأثير الهزة الأرضية، هذا أيضا مطبق. طب باشمهندس محمود، بس في إيجاز يعني حضرتك ذكرت شقين، شق خاص بأجهزة إنذار يمكن تطبيقها وتفعيلها ودعم الأساسات، وأعتقد ده مكلف جدا، هل كخطوة أولى على الأقل ممكن أنه الدول العربية أو الدول اللي هي يعني دايما معرضة لهزات أرضية أن هي على الأقل يبقى في أجهزة الإنذار تبقى على الأقل خطوة أولى؟ أجهزة الإنذار سيدي مهمة جدا، أولا يعني تنبيه البشر القاطنين في تلك المناطق على خطورة الزلازل. أقول أنا بنظري أن هنالك أيضا يمكن عمل بالدول العربية شيء آخر، تمام، وهو المسح الميداني. هذا المسح الميداني الذي يمكن أن تقوم فيه للوقوف على واقع الحال بالنسبة للمباني، هذا قامت فيه، أنا وكنا أتحدث معكم من عمان من الأردن، قامت فيه الأردن عام 2008 بمسح ميداني لجميع مباني العاصمة الأردنية عمان، وأيضا إعطاء تقرير منفصل لكل مبنى، هل هذا المبنى قدرته ومقاومته على للزلازل وكمية تحمله، ووضعوا أيضا سيناريوهات مختلفة لحدوث زلازل مثل زلزال البحر الميت، ما هي كمية الأبنية التي يمكن أن تتضرر وكيفية طريقة تدعيم هذه الأبنية، وهناك أبنية عمرها أكثر من 70 سنة العمر الإنشائي لهذا المبنى قد وصل إلى ذروته، ولا يمكن أيضا إلا أن يهدم هذا البناء وأيضا يعاد بناء جديد بناء على المعايير التي تم ذكرها سابقا. أقول أن المسح الميداني
لجميع المباني، ونحن نعلم اننا في الوطن العربي والدول العربيه ما لم تكن البنايات 60% من المباني لم تكن مبنيه على اسس مقاومه للزلازل. يجب عمل هذه الدراسات، يجب التدعيم، عمل فحوصات تربه عن طريق مراكز فحص للتربه ودراسه واقع الحال، وايضا اخذ بعين الاعتبار عزل الاساسات واستخدام كذلك الامر، وهذا امر مهم اريد ان اذكره هنا في هذه المداخله، استخدام مواد لينه من الفولاذ المعدل. اتمنى باشمهندس محمود تطبيق هذه التقنيات في الدول العربيه. المهندس محمود الطراونة عضو الهيئه المركزيه بنقابه المهندسين الاردنيين كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك.